حقيقة هذا النظام ما بيهمه السوريين، يعني ما عنده شيء من الأساس. من سنة 70 لما استولى حفظ أسد على سدة الحكم في سوريا لم يجري أي انتخابات أو استفتاء بين قوسين ضمن برنامج انتخابي، فهو لا بيهمه الشعب السوري. وحقيقة بدأت يعني أولى طلايا حملات الترويج للمجرم بشار أسد في طرطوس. حقيقة تقريركم يعني بشيد فيه وبضفله بأنه 80% من الشعب السوري أصبح تحت خط الفقر. لم تصل سوريا منذ حرب السفر بلك اللي تسمى حرب السفر بلك لما كانت الاحتلال العثماني في سوريا لهذه النسبة كما أوصلها بشار الأسد. لا يوجد برنامج انتخابي حقيقة. عشو بده يحكي؟ على الخبز، على المازوت، على البنزين، على سعر الدولار اللي مثل ما قال تقريركم 3200، على طباعة 5000. والمشكلة بأنه هذا النظام وزبايته يكذب ثم يكذب. بيقولوا يعني حاكم مصرف سوريا المركزي ولا وزير الاقتصاد خليل يمكن اسمه بيقول لا علاقة لطباعة 5000 ليرة الجديدة بانهيار سعر الصرف، لكن شو له علاقة؟ بينما لم يعصي وزيرة وهي بنت النظام وزيرة سابقة بتقول بأنه طباعة 5000 سوف تؤدي إلى انهيار الليرة السورية. مين نصدق، وزير سابق ولا وزير حالي؟ واثنين يعني من زباين النظام. حقيقة هذا النظام ما عنده شيء يرجو غير البراميل والكيماوي والقتل. تفضلي سيدتي. نعم، يعني كمان الحكومة السورية وحلفائها إذا فرضنا أنه رح تصير الانتخابات يتطلعون إلى انتخابات رئاسية بموجب دستور 2012، وواشنطن تشترط تطبيق قرار 2254، وروسيا بحسب مراقبين طبعا تتطلع لوجوه جديدة في حكم سوريا، والمجتمع الدولي يرى الانتخابات في هذه الظروف غير نزيهة ولا يمكن الاعتراف بها. إذن كيف سيتم حل موضوع الانتخابات المقبلة؟ هلا بالنسبة لبشار الأسد يعني ما بعتقد في باله أو برنامجه التنحي إلا إذا بالغصم عنه إجباري، يعني ما بدي أحكي كلمة مسيئة لقناتكم. الروس، أنا من زمان بقول الروس ممكن يبيعوا بشار أسد بإشة بصلة. الروس غير الإيرانيين. الروس إذا دبروا صفقات خارجية بالقرم بأوكرانيا بموضوع وجودها كقطب عالمي ممكن تبيع بشار أسد. كيف بدهم يعني شخص بديل عن بشار أسد؟ هناك 3 سيناريوهات حكوها أحد الإعلاميين، يمكن أنور أيمن عبد النور، أستاذ أيمن عبد النور. السيناريو الأول ترشيح بشار، السيناريو الثاني ترشيح أسماء، السيناريو الثالث ترشيح واحد من النظام. حقيقة ما حدا بيعرف شو الطبخة الدولية اللي عم تطبخ، لأنه الأزمة في سوريا أصبحت مدولة، وقرارات الدول الكبيرة الفاعلة يعني بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وما تتفق أو ما توعز له لروسيا. لأنه أنا إلى الآن بقول بأن روسيا الماسك الخيوط اللي به الولايات المتحدة مو أمريكا، ما توعز له الولايات المتحدة هو الذي سينفذ في سوريا. فهناك طبخات دولية، يعني في أشخاص عم تطلع اسمهم في بورصة، يوم بيطلع اسم فلان وتنهار بينزل اسم فلان. هذا ما أوصل سوريا إلى، ولسه بيقولوا بالسيادة وبالهي. ما في سيادة، السيادة من 2011 من وقت دخول القوات الإيرانية، ومن 2015 دخول القوات الروسية انتهكت السيادة. فالقرار قرار دولي، مثل ما قلت لك يعني الأسد لن يتزحزح إلا غصب عنه. أما موضوع البرنامج الانتخابي، ما عنده برنامج انتخابي لا اقتصادي ولا سياسي ولا اجتماعي ولا ثقافي. مثل ما تفضل تقريرك 3/4 أطفال سوريا خارج المؤسسة التعليمية، فشو البرنامج اللي قدمه؟ ما بعرف حقيقة، ما بعرف البرنامج اللي قدمه. نعم سيدة. وضحت الفكرة. رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري السيد سامر كعكرلي، كنت معنا مباشرة من هانوفر. أشكرك جزيل الشكر.